بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يسرني في بداية هذه الكلمة القصيرة أن أرحب بكم أخواتي وإخواني بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي. وقبل كل شيء أود أن أعتذر عن ضيق المكان، ولكن إن شاء الله قلوبنا تتسع لكم أكثر من هذا المكان. أردنا أن نفعل دور هذا المكان الذي اشترته جمعية النويدرات الخيرية ليكون واجهة لخدمة المجتمع، فقررنا أن يكون هذا الحفل فيه، وإن شاء الله يتسع هذا المكان من حيث المبنى ليضم قاعات جديدة تتسع لمثل هذه الاحتفالات في المناسبات القادمة إن شاء الله. في الواقع جمعية النويدرات الخيرية دأبت على التركيز على الاحتفال بمجموعة من الفعاليات، في صدارتها هذا الحفل أو هذا اليوم العالمي وهو يوم العمال. ونقصد بيوم العمال طبعا المفهوم الواسع للعمل والإنجاز والجد والإبداع، وليس العمل بمفهومه الضيق. كل جهد لبناء الوطن والمجتمع وخدمة المجتمع هو في الواقع يمثل يوم العمل. ونحتفل بهذا اليوم ونركز على الاحتفال به لأنه ليس يوما عالميا فقط، وإنما يوما إسلاميا بامتياز، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل يد العامل وكرمه في أكثر من موقف. لذلك التوقف عن وتكريم جهد العامل بشكل مميز أعتقد بأنه من قيم مجتمعنا وديننا الحنيف. بالنسبة لهذا الحفل سيضم تكريم مجموعة من العمال. في الواقع احنا استحدثنا عنصرين في هذا العام. العنصر الأول بأننا خاطبنا المؤسسات الموجودة في محيط هذه البلدة، محيط هذه القرية، واستجاب عدد من هذه المؤسسات ورشحوا بأنفسهم من يستحق التكريم. لذلك سيكون من المكرمين من هو مرشح من مؤسسات القرية. نأمل أن يكون هذا الحفل في هذا العام عنصر مشجع لبقية المؤسسات بأن تكرم من بينها، من بين عمالها وموظفيها ومبدعيها آخرين في الأعوام القادمة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بأن الجمعية الخيرية أيضا اختارت مجموعة من الشخصيات للتكريم بصفتهم خدام ومن قدموا جهدا وخدمة لمجتمعهم. هؤلاء في الواقع كثيرين، لذلك من الصعب أن نحصر من يستحق التكريم في مجتمعنا. عندما نظرنا وتصفحنا الشخصيات التي تستحق التكريم وجدنا أنهم كثر، وخصوصا عندما أعلننا مقترح اختيار شخصية العام، وجدنا من خلال المقترحات التي تصل إلينا أن هناك الكثير من الشخصيات التي تستحق أن تكون شخصية العام وكل الأعوام، وبالفعل لها الكثير من الإنجازات والجهود. في الواقع في بعض الأشخاص يعني من بداية شبابهم إلى يعني الآن بلغوا من العمر المديد الطيب المعطاء هم يقدمون خدمات للمجتمع، ولا نحتاج إلى ذكر أسماء. لذلك احنا استندنا في معيارنا للاختيار الى ربما نقطتين او ثلاث. النقطة الاولى ان هذه الشخصية قدمت خدمات للمجتمع، وخدمات للمجتمع ممتدة، يعني مو سنة سنتين ثلاث والقطع، وانما سنوات طويلة وهذه الشخصية تخدم المجتمع. ثانيا الخدمة المتنوعة، يعني مو فقط هو في الجمعية الخيرية وسنة سنتين رئيس الجمعية الخيرية ويمشي، لا، في الواقع في ناس أفضل من
رئيس الجمعية الخيرية وأفضل من الناس اللي في موقع واحد، هو في كل المواقع، في الجمعية الخيرية تحصل داعم، في المأتم، في الفواتح، في الأعراس، في المجتمع، في المجالس، في كل المجالات تجد إليه بصمة وخدمة للمجتمع. طبعا نأمل أن نكون وضعنا بذرة جديدة في هذا العام، إن شاء الله تتطور في الأعوام القادمة، بحيث نكرم في كل عام شخصية خدمت هذا المجتمع. التكريم لن يفي بحق هذه الشخصيات في الواقع، ولكن سيكون إشارة إلى حجم الجهود التي تبذل من الكثيرين في خدمة هذا المجتمع. نأمل أن نكون قد وفقنا. وفي الختام أود أن أرحب بجميع الحضور، خصوصا أننا في هذه المرة دعونا ممثلين، يعني شخصيات مجتمعية لها الكثير من الخدمات، ودعونا أيضا ممثلين عن المآتم بصفتهم مؤسسات مؤثرة في القرية، ونأمل أن ندعو على أن يكون المآتم واللجان الأهلية كلها مشاركة في مثل هذه الفعاليات المجتمعية. شكرا جزيلا لكم على حضوركم، ونأمل بأن تكون خطوة تتلوها خطوات وإنجازات. وشكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.